طيب هو لما سافر لبنان رجع ببديعة مصابني وزوجته اللي تزوجها بعد كده، وعملت فرقة لوحدها. ليه هما الاثنين ما اندمجوش مع بعض وعملوا فرقة كانت أكيد هيبقى ليها شكل مختلف، مش يبقى هو فرقة نجيب الريحاني وهي فرقة بديعة مصابني؟ هو الحقيقة علاقته ببديعة غريبة شوية، لأن طبعا زي ما احنا عارفين في 5 مذكرات لنجيب الريحاني، منهم 3 يطلق عليهم المذكرات المجهولة، ومنهم واحدة أنا شايف إنها يعني العثمان العنتابلي دخل فيها كثير جدا بخياله، اللي هو عمل فيها المذكرات النسائية ومغامراته النسائية كثيرة جدا، وحاول يخش في الشكل الشخصي، عكس مثلا الحقيقة أهم دراسة معمولة على نجيب الريحاني دكتورة ليلى أبو سيف رحمها الله، كانت عاملة دكتوراه في أمريكا عن مسرح نجيب الريحاني وقسمته عدة مراحل. فنجيب الريحاني لما سافر بيروت في عدة ذكريات مهمة جدا، وعلاقته ببديعة برضو نتوقف عنها من خلال مذكراته لعدة أسباب. أولا هو اتعرف عليها لما جات مصر، لأن اشتغلت في الأول في فرقة جورج أبيض، وهو نجيب الريحاني نفسه اشتغل في فرقة جورج أبيض فترة، وفي سليم عطلة فترة في الأول خالص، ثم في فرقة مهمة جدا اسمها أحمد الشامي. أحمد الشامي ده كان راجل مسرح غريب الشكل، فاهم أهمية المسرح في التنوير وفي التنمية، فكان في وسط المسرحية بيدخل فاصل خاص جدا يكلم فيها الجمهور إزاي يصنعوا السجاد وإزاي يعتمدوا السيدات تصنع الصابون. ده بيوظف يعني فكرة تجمع الناس في المسرح، تجمع الناس ويستغلهم ويعمل نوع من التنمية والتنوير. في الفرقة دي كانت بتتجول في معظم الأقاليم. نجيب الريحاني اشتغل في الفرقة كمترجم، لأن من ضمن موهبة نجيب الريحاني كان بيترجم أيضا ويجيد الفرنسية لأنه خريج الفرير طبعا. وبديع بديع مصابني اشتغل في الفرقة دي، إذا هو ارتبط بيها، وهي جات له الحقيقة في الفرقة بتاعته. في الأول اتعرفت عليه قبل ما يقابلها المرة التانية في بيروت، بس لما قابلها في بيروت كان عارف إن فرصة نتعاقد معها في مصر اتلغت بمجرد سفرها، فتعاقد معها فورا مجرد ما قابلها تاني في بيروت، ولقاها في إحدى الألواج بيتفرج عليه وبتشجع بشكل أوفر قوي، فلفتت نظره فقال لها لا تتعاقد بقى المرة دي وترجعي معي. وكان حصل مفارقة غريبة جدا له في بيروت في هذه الرحلة، إن أمين عطلة لبناني أساسا، ما كانش فيه طبعا حاجة اسمها حقوق الأداء العلني في هذه الفترة، كان يقعد الممثلين بتوع فرقة سليم أمين عطلة يتفرجوا على مسرحية الريحاني، وقبل ما يخشوا المسرحية يقسموا الأدوار، يقول له أنت هتعمل دور شرفنطح، أنت تعمل دور الريحاني، أنت هتعملي دور ميري منيب، فكل واحد يكتب الدور اللي هيقوم بيه، ويقعدوا على القهوة بعد ما يخلصوا العرض يكتبوا المسرحية ويمثلوها هم بشكل تاني، وما يقولوش بقى تأليف بديع خيري ونجيب الريحاني. فلما راح نجيب الريحاني بفرقته بيروت فوجئ ان جمهوره ما بيضحكش، فابتدى يستغرب جدا، شافوها قبل كده وباللهجة الشامية، والإفيهات بدل ما تقلب اللهجة المصرية فتقلب الشامية، جابت جمهور أكبر طبعا بالنسبة للشوارع. فأدرك المشكلة، ومن هنا بدأ نجيب الريحاني يدافع عن شخصية كيشي بي. والغريب جدا حتى في رحلته بعد كده في أمريكا اللاتينية فوجئ بإيزابيل ستاتي اللي هي كانت مرات أمين فتح الله أمين عطلة، ابن أختها هناك بيقلد شخصية كشكش بيه، حتى في أمريكا اللاتينية طلع له كشكش بيه مرة تانية. طب بس كده نجيب الريحاني في تاريخ حياته في مشواره على المستوى الشخصي عنده مقاسي كتير جدا، يعني ما كانش الشخص المرفه اللي عايش حياة كويسة اللي لما يطلع على مسرح أو يشاهد على شاشة السينما يكون بهذا القدر من الفكاهة والدعابة ويقدر يقدم للجمهور الابتسامة بالشكل المميز ده. حضرتك بتشوف التناقض اللي ما بين الشخصية يعني على المستوى الإنساني وما بين العمل، هو عانى كتير جدا حقيقة. أنا متفق معاك أنه عانى كتير جدا شخصيا، وذق مرارة الفقر كثيرا جدا، والفشل في لحظات كثيرة، وعدم إيجاد عمل. يمكن لأنقذه أول مرة كان ستيفان روستي، لما جاله وفوجئ من ستيفان، معروف طبعا ستيفان كان والده دوق نمساوي غني ووالدته إيطالية، ففوجئ انه داخل بخاتم فخم وداخل بشكل أنيق جدا، فبيقول له انت ورثت ولا ايه؟ فقال له لا، اشتغلت في الأبيدي روز وتعالى اشتغل معايا. من هنا بدأ ياخده معايا يشتغل دور صغير جدا خيال ضل، يعني بيلعبوا لعبة في الأبيدي روز في كازينو خيال ضل. فوافق نجيب الريحاني، وبرغم انه عارف ده يعني مش هيوضح شخصيته ولا موهبته،
لكن بعد فترة قليلة جدا قدر يقنع صاحب الكازينو انه يقدم شخصية جديدة كشك شبيه ويقدم الفرانكو أراب بالشكل اللي تميز فيه بعد كده الريحاني. والمناسبة فرقته نجحت جدا نستقطب ويقدم بديع مصابني في أحسن شكل لها، لأن عمل لها أوبريتات كان هو في مرحلة المسرحية الغنائية الاستعراضية وتحول إلى الأوبريت يمكن بسبب بديع مصابني. عمل لها أيام العز وعمل لها برنسيسة وعمل لها ليالي الملاح، هو طبعا وبديع خيري كانوا بيكتبوا هذه المسرحيات فقدمها بشكل استعراضي رائع. وأنا الحقيقة كنت بتوقف جدا عند نقطة، إزاي بديع مصابني تبقى نجمة كبيرة جدا في المسرح وبطلة استعراضية وتسيب الفرقة وتروح تفتح كازينو؟ تفسير حضرتك هنا يا فندم. الحقيقة اللي حللي لهذه الإشكالية الراحل زيكتور ليمات، كان صديق الوالد وكان بيحضر عندنا في البيت، والمخرج السينمائي الكبير أحمد كامل مرسي اللي كان بيمضي ألف كاف ميم، ده طبعا مخرج سينمائي شهير اللي كان أخرج النائب العام وكنت أهدم بيتي وأفلام مهمة يعني. فلما سألتهم عايز السؤال قالوا لا، هي وده اللي خلاني أعمل دراسة مهمة جدا اسمها مسرح الصلاة. بديع مصابني مش قدمت صالة مجرد سكتشات ولا مونولوجات ولا شوية غنى، بالعكس هي جت استغلت الأزمة الاقتصادية العالمية في نهاية أو أول الثلاثينات، ولقت المسرح كله بينهار ومفيش جمهور مسرح، والفرقتين الوحيدين اللي بيحاولوا الريحاني والكسار قادرين يستمروا شوية لأنه اتجاه كوميدي. أما الفرق الكبيرة زي جورجيو أبيض ويوسف وهبي فرقة رمسيس وفاطمة الرشدي بيعانوا جدا من الكساد ومش قادرين يستمروا ويعملوا عروض. فالصلاة هنا بديع مصابني عمل الصالة قدمت فيها مسرح بمعنى استيج في كواليس في كمبوشة ملقن في سوفيتا ديكورات بتتغير. كل البرتات اللي شفناها في السينما الرائعة بتاعت فريد الأطرش وبساط الريح ومحمد فوزي والسيدات زي البرفانات والكلام الجميل والورد ومش عارف ايه وبتاع ونعيم عاكف في الصالات الرائعة دي، كل دي استعراضات قدمت في الصالات ولما نجحت السينما استغلتها. هي تعتبر جامعة يا فندم، يعني هي بديعة جامعة طبعا. خرج من مدرستها او تخرج من الجامعة دي فنانين في كل المجالات، مش ده حقيقي بس فعلا في الطرب بس، ومش بس في الطرب ولا الرأس فقط ولا تحية ولا سامي جمال فقط. لا في كله انا معاك تماما، وحتى في المونولوج شكوكو واسماعيل ياسين. وبعدين ما كانش بديع لوحدها الحقيقة، كان في صالة ميري منصور، صالة رتيبة وانصاف رشدي، صالة ميري عز الدين، صالة فتحية احمد، في صالات مهمة جدا بيبا عز الدين وبيبا ابراهيم، كل دي كانت الصالات بتتنافس مع بعضها وبتقدم عروض. الغريب جدا بقى لو شفنا العروض اللي قدمتها الصالات دي هنلاقي عروض وطنيه، عروض سياسيه، عروض بتقاوم الانجليز، عروض بتدعو للعمل ضد العواطليه ودو بتقاوم الادمان. فلا قضايا مهمه جدا، فمش كلمه صالات معناها كبرهات، لا هي مسرح عادي خالص. كل الفرق ان الجمهور مش في صفوف مستمره لكن على مواعيد، وكان في حفلات مخصوص صباحا للأسر وحفلات ماتينيه للسيدات.